السلام عليكم. الاخ تقدم لنا الاسم والسبب ديال هذه الوقفه الاحتجاجيه واللي حابسين الطريق، شنو زعما كتنتظروا من هذه الوقفه هذه؟ بالنسبه لنا احنا كجمعيه وطنيه لحمله شهاده المعطل بالمغرب فرع جديده، يعني مطالبنا واضحه، لان من الاعتصام ديال السنه الفارطه داخل به البلديه واللي دام 12 يوم واللي توج في نهايه المطاف بمحضر موقع مع السيد رئيس المجلس البلدي، اللي من خلال منه تيتعهد رئيس المجلس بمحضر موقع وبمباركه السلطه المحليه على اساس انه غيمنح الجمعيه الوطنيه 17 منصب شغل، يعني حصه ما بين 30 حتى 50% من المناصب الشاغره، ديك المناصب الشاغره اللي كاين في البلديه هي 37 منصب، وبالتالي كيتعهد انه يسلم 50% للجمعيه الوطنيه لحمله شهاده المعطل بالمغرب. علاوه على النقطه المتعلقه بادراج الجمعيه في المشاريع المستقبليه، ثم كذلك تمكين الجمعيه من حلول مؤقته واللي كتسمى امتيازات الى غير ذلك عبر اكشاك، محلات تجاريه، مقاهي اللي هي في ملك ديال الجماعه. طبعا امام اصرار ديال المجلس البلدي على عدم تنفيذ الشق المتعلق بالوظيفه العموميه لمدى لان هذا اشكال وطني متعلق بالحكومه، طبعا كان امامنا فقط هو المطالبه بالاكشاك وبالمحلات التجاريه. بالفعل كان لقاء ثاني جمعنا مع رئيس المجلس البلدي اللي من خلال منه لقانا ايضا مع رئيس قسم الممتلكات اللي خرجنا احنا وياه وجبنا دوره في مدينه جديده على اساس انه تم حصر الملك العمومي. خلال هذا الحصر ديال الملك العمومي طالبنا بتمكيننا من الاستغلال المؤقت للاكشاك وللمحل التجاري. هذا الملك العمومي واش عندكم الحق تستغلوه هذه الوقفه دابا؟ طبعا الملك العمومي يستغل بشكل مؤقت، طبعا تتخاض عليه رخصه وكيستغل بشكل مؤقت. لا طبعا هذه الامور هذه هذا شكل اشكال الاحتجاجيه. طبعا كان من المفروض اليوم انه ندخلوا على اساس حضورنا كمواطنين للدوره، لمدى؟ لانه كان وعد على اساس انه ادراج النقطه المتعلقه بالملف المطلب ديال المعطلين داخل اشغال ولا داخل جدول اعمال ديال دوره اليوم، ولكن نفاجئ وحنا كنلتحقوا الصباح على ان يمنع منعا كليا عن المعطلين دخول، اما بقيه الجماهير راه دخلات وكذلك الصحافه، بالتالي اللي كان ممنوع من الدخول فقط هم المعطلين بمبرر اش؟ بمبرر الخوف من انه تفشل او لا انه يتم نصف امام هذا المنع وامام هذا التعسف في حقنا من حضور الدوره كمواطنين، ما كان قدامنا الا ان نيت يتم الاحتجاج على هذا الوضع وكذلك عبر اغلاق الشارع. طبعا جوبي هنا والرئيس رئيس المجلس البلدي شنو الحجج اللي كيقول لكم؟ ما عطى حتى شي حل، فاش بالعهد ما عطى حتى شي حل، حجو تيقول بانه بالنسبه له هو يجب مناقشه واستشاره ديال السلطه الوصيه في شخص السيد العامل. بالفعل جاتنا اخبار مؤكده على اساس انه شاف مع السيد العامل واعطاه الاذن بالفعل نيت بانه يتعامل مع كذا، لكن الصراع اللي كاين داخل المجلس البلدي ما بين الاغلبيه وما بين المعارضه واللي تفجر للعلان عبر مجموعه ديال الخروقات اللي تتعرفها بلديه الجديده من بيع الملك العام ومجموعه ديال الخروقات والصفقات اللي هي مشبوهه، طبعا امام هذا الشيء ما عندهمش هما الوقت باش انه يناقشوا مشاكل حقيقيه ديال المعطلين، عندهم اشكالات تتعلق بالملك العام وبمجموعه ديال الحوايج، وراكم تتعرفوا بالضبط انه راه المجلس الاعلى للحسابات راه متواجد للوقوف على مجموعه ديال الخروقات اللي كاينه داخل المجلس. الكلمه الاخيره شنو كتطلب منهم؟ بالنسبه لنا احنا نطالب بتفعيل المحضر الموقع مع رئيس المجلس البلدي كجمعيه وطنيه لحمله شهاده المعطلين، من غير هذه الحوايج هذا نحن مستمرون في النضال، مستمرون في الاعتصامات وفي الاضرابات الى غايه تحقيق المطالب ديالنا، هذه كلمه ديال الجمعيه الوطنيه لحمله شهاده المعطلين. شكرا. العفو. مازاغو سي الطائل الجديدة مازاغو.